الإنسانية. تمتد الرعاية التمريضية لتشمل الفرد المريض ومراعاة ظروف وتساؤلات أسرته وأهله طوال فترة العلاج والمتابعة. عباقرة كلية التمريض ومباراة صعبة جدا في الدور الستاشر، والنتيجة 110 جامعة المنصورة، جامعة بورسعيد 80. جامعة بورسعيد صعبتوا المهمة عليكوا جدا، ولكن لسه في أمل. آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكسب التلات نقط بتوع ماتش النهاردة، وهيبقى لسه عنده فرصة للتأهل لدور التمانية. فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل جامعة، وزي ما انتوا شايفين قصادكم على الشاشة، ممكن السؤال يبقى في العلوم، المعلومات العامة، القدرات الذهنية، الرياضة، والفنون. وطبعا عندنا جوكر أو سويتش. جوكر الجامعة بتختار موضوع السؤال، سويتش الجامعة التانية هي اللي بتختار موضوع السؤال. أول سؤال جهاد. جهاد ناصر، اتفضل يا جهاد. هنشوف جهاد والسؤال الأول لجامعة بورسعيد موضوعه إيه؟ لفة كاملة يا جهاد. علوم، سؤال في العلوم. جامعة بورسعيد سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. 20 نقطة. علوم، والسؤال هو: ما هو المرض الذي يتم تشخيصه باستخدام اختبار ألزيا؟ ما هو المرض الذي يتم تشخيصه باستخدام اختبار ألزيا؟ الإيدز. مرض نقص المناعة المكتسب، الإيدز. إجابة صحيحة. الإيدز هي الإجابة صحيحة. برافو عليك يا إسراء. وكده نتيجة 100 جامعة بورسعيد، 110 جامعة المنصورة. إسراء ياسر، تفضل يا إسراء. هنشوف إسراء ياسر والسؤال الأول لجامعة المنصورة والسؤال الثاني في عجلة الحظ. فنون، جامعة المنصورة، سؤال في الفنون بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20 نقطة. فنون، والسؤال هو: من هو الممثل الذي لعب دور خالد في مسلسل ولي العهد؟ شيماء. تيم حسن. شيماء إجابة خاطئة. في إجابة؟ عبد الرحمن. حمادة هلال. أنا مش مصدق يا شيماء، أنا مش مصدق، لأن عبد الرحمن قال الإجابة وأنا سمعته. أنت كنت بتسكتيهم ليه؟ ما تتكلموا مع بعض يا شيماء. عبد الرحمن إجابة صحيحة. حمادة هلال هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 120 جامعة بورسعيد، 110 جامعة المنصورة. بورسعيد تقدمت تاني. عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن حميلي، تفضل. السؤال الثالث هنشوف موضوعه إيه. معلومات عامة، فرقت على الزوكر حاجة بسيطة جدا. يا ترى السؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي أكبر الدول الإسكندنافية من حيث المساحة؟ أكبر دولة من دول الإسكندنافية من حيث المساحة. أكبر دولة من دول الإسكندنافية من حيث المساحة. الدنمارك. إجابة خاطئة.
جامعة المنصورة في إجابة سؤال بـ30 نقطة. عبد الرحمن. السويد. السويد بـ30 نقطة إجابة صحيحة. السويد هي الإجابة الصحيحة. 30 نقطة لجامعة المنصورة. 140 لجامعة المنصورة. 120 جامعة بورسعيد. للأسف الشديد النتيجة كده اتحسمت، حتى في حالة ان بورسعيد تكسب بقت فرصة التأهل للمنصورة أعلى. آخر سؤال أحمد طلعت، سؤال الرابع والأخير في الحلقة. هنشوف السؤال، تفضل. جوكر أحمد طلعت، عملت اللي عليك، عايز سؤال في إيه؟ قدرات ذهنية. سؤال في القدرات الذهنية، يا ترى بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. قدرات ذهنية، والسؤال هو، حل المسألة الآتية، 77 في 3 ناقص 30 زائد 4 يساوي كام؟ خمس ثواني. ثانية. 205. تاني يا شيماء. سمر كان عندها إجابة تانية. شيماء إجابة صحيحة. 205 هي الإجابة الصحيحة يا شيماء. انت عارفة انت عارفه يا شباب عجبني فيك ايه؟ انك ما بتستسلميش، ما فيش استسلام، عارفه؟ نو ريتريت نو سرندر، اللي هو انا مكمله. تمام. افضل لاعب في ماتش النهارده بـ70 نقطه من جامعه بورسعيد عبد الرحمن زكي. عبد الرحمن زكي 70 نقطه في ماتش النهارده، افضل لاعب. ده سكور مش سهل، بس جامعة بورسعيد هارد لك، هارد لك فعلا. اولا هنفتقدكم لان انتوا كنتوا جامعة محترمة، لازم اقول الحقيقة يعني بغض النظر عن النتائج وان انتوا ما كسبتوش، بس انتوا جامعة محترمة وطلاب يشرفوا، فانا مبسوط جدا ان انتوا انضميتوا لينا. تجربة مهمة جدا بالنسبة لكم، اكيد هتكتسبوا من وراها خبرات، اكيد هتفرق معاكم لما تشتركوا تاني، واكيد هتفرق معاكم كمان في حياتكم. هارد لك لجامعة بورسعيد، وبكن ليكوا كل التحية والتقدير والاحترام. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلاب مصر في حلقة النهاردة 280 نقطة، وكل نقطة بـ5000 جنيه بما يساوي 1,400,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 21,675,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. هارلك لجامعة بورسعيد، جامعة المنصورة، ألف مبروك على الثلاث نقط، بس مش ألف مبروك على التأهل، لسه ما نعرفش. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. فرحانة جداً جداً جداً، محدش فرحان قد دلوقتي، حتى التيم بتاعي ما أظنش إنهم فرحانين قد، لأن أنا كنت محطوطة في موقف لا أحسد عليه بصراحة. عاوز اقول هارد لك اولا لجامعه بورسعيد، السنه احنا لعبنا ماتش كويس الحمد لله، كان في بعض اخطاء اللي احنا نزلنا بنوقع فيها برضو. اكيد طبعا اللي انا خدت جائزه البيست بلاير حاجه كويسه، بس طبعا زعلان ان انا ما قدرتش اساعد فريق ان احنا نفوز بالمباراه. جامعه المنصوره جامعه قويه، والفريقين لعبوا ماتش كويس جدا.
إرشادات التمريض العاجل. فقد الوعي: إذا فقد الشخص وعيه في الشارع اطلب المساعدة فورا، ثم ضع المريض على الأرض مستقيما على ظهره مع رفع الساقين. حاول أن ترخي ملابس المصاب الضيقة خاصة حول الرقبة. قم بفض أي تجمع حوله حتى تسمح بتجديد الهواء له. تأكد من أن المصاب يتنفس، وذلك بفتح مجرى الهواء مع لف الرأس على أحد الجانبين برفق. تأكد من وجود النبض. في حالة توقف التنفس والنبض يجب نقله لأقرب مستشفى في أسرع وقت ممكن.